Assalamu alaikum, je suis Zineb Kembli, responsable service vendeur Jumia. On est là pour traiter vos réclamations reçues via WhatsApp ou requêtes afin de vous satisfaire et vous garantir un meilleur service. معكم رشيد زهري رئيس جمعية ديال الفضاء الصانع التقليدي بالمدينة القديمة. هذا الجمعية اللي ديالنا اللي تتكون من عدة حرفيين وكانت في فترة ديال كورونا كان الصانع تيعاني واحد المعاناة اللي هي كبيرة حيث ما لقاش فين يبيع المنتوج ديالو وداك الشيء. فقررت دار الصانع انها تخلق واحد المنصات الكترونيه فين يبيع الصانع المنتوج ديالو، ومن بين هذه المنصات منصه جوميا كانت احسن بديل للصانع انه فين يخلق الجو ديالو فين يبيع المنتوج ديالو. وبصراحه هي التجربه كانت تجربه كبيره وناجحه 100%، وكانت من بين احسن المنصات اللي كاينه في المغرب. تنصح انا الشباب والصناع التقليديين انهم يتجهوا لهذه المنصة لأنها هي أحسن منصة فين الصانع أنه يلقى فين يبيع المنتوج ديالو.